حفظت حاجه على مدار السنتين ثلاثه اللي فاتوا دول. هيئه النيابه الاداريه بتهتم بكل انواع القضايا، بمعنى من اول مثلا طبعا موظف فاسد، مدير يعني متحرش، قضايا فيها اهمال طبي، صحه مريض، كل ده، التعليم، المدارس، كل ده مرورا حتى الى قضايا ممكن يتخيل البعض انها يعني ابسط من انه هيئه النيابه الاداريه تنظر اليها، زي مثلا قضيه انه شخص بيعذب حيوان مثلا، ودي انا شفت حضراتكم الحقيقه بتحققوا في وقائع زي كده. فالتنوع ده يا فندم في القضايا ماذا يتطلب وكيف تعمل عليه هيئه النيابه الاداريه؟ لانه الحقيقه ما تقوم به من ادوار لمحاولة ضبط أداء المواطن المصري، وخليني أقول بقى مش الأداء الحكومي بس، ضبط الشارع المصري كمان، حقيقي دور محترم جدا. طيب يعني بالفعل هي كل ده بيتطلب نوع من الرؤية المختلفة. بمعنى إيه؟ مش بالضرورة الواقعة الكبرى تكون متعلقة بمئات الملايين من الجنيهات عشان أقول عليها واقعة كبرى. ممكن يكون تأثير الواقعة نفسه أكبر من القيمة المادية بتاعتها. يعني حضرتك ضربتي أمثلة، أنا هضرب لحضرتك بمثال حي يمكن كان من البرنامج عند حضرتك هنا. أكيد نتذكر الواقعة الخاصة بالحديقة الدولية دهن الحمار البلدي على إنه حمار وحشي. بالظبط بالظبط. طبعًا الواقعة على هذا التصور يمكن تبان إنها يعني غير ذات أهمية. لما عرض الموضوع على معالي مستشار رئيس الهيئة يعني عرض عليها بما يتضمن مقاطع الفيديو والقنوات الأجنبية إزاي تناولت هذا الموضوع. صح، كيف سخرت من معاملتنا في مصر إلى الحيوان والتعامل بالزبط. في هذه القضايا. بالزبط. هنا الأثر بقى أكبر بكتير قوي من الواقع. هنا الأثر بنتكلم عن صورة مصر أمام المجتمع الدولي، فهنا كان لابد من محاسبة من تسبب في هذا، لأن لازم أنا كمان أوصل للمجتمع الدولي أن أنا عندي واحد غلط وحاسبته، مش أنا، لأن الصورة جت أمام الكاميرات كما لو كان أن إيه أن يعني نوع من السخرية والاستهزاء أن مصر عملت كذا. هي مصر ما عملتش كذا، وفي إن في حد أخطأ لابد من محاسبته. صحيح. فالحساب هو اللي بيبين للناس إن لا فعلا إحنا عملنا الإجراء. إذا نوع القضية ليس بحجم الأموال أو كده، ربما الأثر الواقع أو الضرر الواقع من الفساد أو الخطأ هنا. بالظبط بالظبط. دي نقطة مهمة جدا. طيب أخطر قضايا الفساد اللي ممكن نتكلم إنه هيئة النيابة الإدارية حققت فيها، هل متعلقة بالمال العام؟ هل متعلقة بالتحرش؟ وإحنا الحقيقة محترمين جدا تركيز أو اهتمام هيئة النيابة الإدارية أيضا بخلق بيئة عمل ومناخ في العمل آمن للجميع، خالي من الفساد بكل أشكاله بما فيها التحرش. بتشتغلوا على ده إزاي يا ستة مستشار؟ تمام. يعني إذا كنا بنتكلم على الأهمية، طبعا هتأتي دايما قضايا المتعلقة بالإنسان نفسه وصحته في المقام الأول. يعني دايما القطاع الصحي بالذات لأنه متعلق بحياة الإنسان أو بصحته بيبقى تأثيره بالغ، فده دايما بيأتي في المقام الأول. لو حضرتك بتتكلمي يعني يمكن يعني التعرض ده خصوصا على البيان الأخير الخاص بواقعة التحرش، النيابة وهي بتشتغل الكلام ده هي بتنظر مش فقط للواقعة اللي حدثت، عندي هنا متهم أدين فبيتحاسب، مش بس كده، أنا لازم أشوف إزاي واقعة زي كده ما تحصلش تاني. يعني إحنا كنا بنتكلم الواقعة اللي ذكرت دي كانت واقعة موجودة في مدرسة ابتدائي، إزاي أنا أعمل مجموعة. معلش حضرتك تدي فكرة برضو لمن لم يتابع طبيعة الواقعة، المدرس اللي قام بالتحرش. تمام. يعني مدرس في إحدى المدارس الابتدائية كان تحرش بعدد من الطالبات اللي موجودة في الصف الرابع الابتدائي بطرق مختلفة، يعني كانت حاجات كثيرة جدا، سواء بالطريق الجسدي أو بالإيحاء أو عن طريق عرض مقاطع فيديو مخلة على التليفون بتاعه، أو استخدام ألفاظ لها مدلول جنسي مع البنات. كيف تم كشفه يا فندم؟ لانه عاده البنات في السن ده بيخافوا، يقول لك ما اقدرش اروح اقول لبابا وماما ان المدرس بيوريني افلام مخله ولا بتاع. فبرضه هنا ليكوا دور مهم. تمام. لو تتذكري حضرتك المجتمع لازم نتغير ولازم تتكلم. بالظبط. لو تتذكري حضرتك كنا عملنا تقرير خاص بعام المراه، كان السيد الرئيس السنه اللي فاتت حدد عام 2017 عام للمراه، فالنيابه الاداريه اصدرت تقرير بمناسبه عام المراه تناول المراه والوظيفه العامه، المكتسبات التي حصلت عليها وكانت كثيره جدا، وبعض التحديات وبعض انماط الجرائم اللي النيابه حققت فيها ورأت فيها توصيات معينه. كانت من ضمنها الواقعات الخاصه بالتحرش خصوصا في نطاق المدرسه، وطبعا احنا يعني تعميم التجربه في اي بيئه عمل. المشكله فعلا زي ما حضرتك بتقولي ان الواقعات او جريمه التحرش بالذات من الجرائم اللي الضحيه فيها خصوصا لو كانت صغيره في السن عاده ما تحجم عن الابلاغ. صحيح. لانها بتخاف طبعا، ولان بيبقى مرتكب الجريمه له سلطه عليها خصوصا لو اتكلمنا في نطاق المدارس، وكمان
الاستجما او الوصمه اللي ممكن المجتمع يتعامل معاها بيها دي بقى لو كبيره شويه بفكره ثقافه لوم الضحيه ويبتدي يلتمس التبريرات للجين. احنا بنتعامل معاها ازاي؟ وهي بيتم تحقيقها بيبقى في مجموعه من المعايير بيتم مراعاتها في التحقيق. لو بنسال بنات خصوصا لو صغيره بيبقى في اخصائيه اجتماعيه موجوده بنتعامل معاهم وبناخد منهم الافادات بتاعتهم وبنطبق الافادات اكثر من حد. احنا بنحط التوصيات، بنشجع على عمل التوعيه لمفهوم جريمه التحرش، على تواصل الاهالي مع اولادهم بشكل امن وصحي علشان ما يخافوش يحكوا لهم حاجه. توفير البيئه الامنه. بنعمل ده ازاي يا سياده المستشار؟ كيف توصلون هذه الرسالة المهمة جدا جدا لكل أم ولكل أب وخصوصا في المجتمعات الريفية وفي صعيد مصر، إنه لو تعرضت بنتكم أو أحد أبنائكم للتحرش أو لمضايقات جنسية أيا مكان نوعها ما تسكتوش ولازم تتكلموا؟ تمام، يعني بنوصل الرسالة دي إزاي؟ يعني يمكن كانت من التوصيات العديدة اللي عملتها النيابة الإدارية، وكان السيد الوزير الحالي دكتور طارق كان عمل كتاب دوري السنة اللي فاتت وزع على المدارس كلها. كتاب الدوري ده كان بيتضمن توصيات عديدة لمكافحة تلك الجريمة، وكان بيتضمن ازاي يتم متابعة العاملين داخل المدارس. طبعا خلينا نقول في يعني الغالبية العظمى من اعضاء هيئة التدريس والمدرسين ناس محترمة جدا، مش معنى ان احنا بنتعامل مع واقعة ان هي ولا معنى انه في طبيب فاسد مثلا او بالزبط ممرضة ما قامتش بشغلها وتسببت ضرر للمريض انه المنظومة الصحية كلها فاسدة. مظبوط، لا طبعا. طيب فالمنشور ده كان بيقول ان بيتعلق في مكان ظاهر من المدرسة، يتم التوعية في اجتماعات أولياء الأمور الخاصة يعني لما بجتمع مع أولياء الأمور والأسرة هيئة التدريس، الاجتماعات الدورية اللي بتتعمل يتم التوعية بالكلام ده. دور للأخصائية الاجتماعية للتواصل مع الطلبة بشكل مباشر بعيدا عن أي تعقيدات. خلق البيئة الآمنة هنا المفروض إيه؟ إن أنا ملاقيش مثلا مدرسة فيها مبنى مهجور بعيد، ملاقيش أماكن بيبقى فيها سهل إن ممكن يحصل حاجة زي كده. صحيح. يبقى في مرور دوري من المشرفين. صحيح. أو الإدارة بتاعة المدرسة على الفصول، ويبقى في تواصل مع الطلبة في غياب المدرسين، يسألوهم أخبار الدنيا إيه، التواصل إيه، إيه اللي بيحصل، إيه اللي ما بيحصلش. كل ده مهم جدا خصوصا إحنا بنتعامل مع السن الصغير. فكل ده اتعمل في شكل كتاب دوري بيتوزع على المدارس. وكل ما بتطلع قضيه من هذا الشكل يمكن النيابه بتاكد على التوصيات دي وبتخطر بيها سواء المدرسه اللي حصل فيها الكلام ده او الجهه سواء كانت الوزاره. عايزين نقدم الكتاب ده يا سياده المستشار، يعني نبقى ناخد محرك نسخه منه ان شاء الله بجد، ويعني نشوف كده محتوى ايه او لو في مين كونتنتس ليه نعرضه. يعني بالتاكيد عايزين نساعد نعمل توعيه لده. بالتاكيد مهم طبعا. مهم جدا طبعا. والبيئه الامنه ما بقتش مقتصره فقط على المدارس، هي طبعا المدارس هي الصوره الفجه لان احنا بنتعامل مع اطفال. صحيح. انما البيئه الامنه مقتصره على كل طيب. هتوقف تاني عند مفهوم البيئه الامنه عشان ده مهم جدا بس